اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنهديها للاطفال الصغيرين وكبار السن. فحبيت المطبخ يكون مطبخ النهارده انترناشونال، يعني حاجه من كل دول العالم. اخترنا المطبخ اللبناني والمطبخ الشامي والمطبخ الغربي، الاثنين يعني كويسين وانا بحبهم انا شخصيا. فنعمل شيخ المحشي النهارده، دي اكله مشهوره جدا في المطبخ السوري والمطبخ اللبناني. شيخ المحشي مش عشان بيلبس قفطان وعبايه وهو تلاقيه هو المعلم في الليله، لا، ده هي كوسه بتتحشي لحمه مفرومه مع صنوبر مع دبس الرمان وبنتوسى شويه بالحشوه، عشان كده سموه شيخ المحشي. ما بياخدش رز، دايما المحشي بيبقى فيه رز في الحشوه بتاعته. دي لحمه مفرومه بس، بتاخد صنوبر او لوز طبعا ودبس الرمان. ولازم واحنا بنختار الكوسه عشان نحشيها لازم تكون كلها حجم واحد عشان تبان في الطبقه كده لطيفه. بعد ما بتستوي الكوسه بتدخل على لبن المطبوخ، ده الشرح النظري للاكله بتاعتنا، هنشوفها عمل ان شاء الله بعد دقائق معدوده. معانا كمان البنانا جراند او سوري البنانا فرايد جولد، الجولد اللي هو اللون الذهبي، فازاي هعمل الموز المقلي باللون الذهبي وهياخد الصلصه الذهبيه اللي هي الكراميل. الموضوع ده فيه خبره طهويه شويه، ازاي تحمري الموز ما يفكش منك في قلب الزيت والحشوه اللي بتحمريها، وبعد كده ننزله في الشربات بتاعه اللي هو الكراميل اللون الذهبي. برضو الحلو ده بيعجب الاطفال على فكره، وقيمته الغذائيه عاليه جدا لاننا كلنا عارفين ان الموز غني بالبوتاسيوم وبناء العضلات. معايا جوانح فراخ النهارده انا شخصيا بحبها من زمان، من ايد امي الله يرحمها كانت تكسر الجناح كده وتديهولي كده، ايه تقول لي ده ليك، او الكبده والقوانص احنا عارفين كلنا ده لان احنا من الريف المصري والصعيد المصري. فالجوارح دلوقتي اكله مشهوره جدا في المطبخ الغربي، بيعملوها مع الباربيكيو صوص. انا هعملها النهارده فرايد، هعملها مقليه، هعملها كريسبي بالسمسم وادخل فيها شويه خبره طهويه كده، واحمرها واقدمها مع مايونيز مع كاتشب حسب ما احنا حابين. وهتعجب الاطفال الصغيرين على فكره لان هتبقى كريسبي كده عامله زي الفراخ التشيكن، بتبقى لطيفه وحلوه. هنشوفها هنعملها مع بعض ازاي. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه، افكار طهويه، خفه دم مصريه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. تعالوا نشتغل مع بعض في جوانح الفراخ، نشوف هنعملها مع بعض ازاي لان برضو فيها شغل كتير. مقادير على الشاشه، جوانح فراخ معانا تقريبا كيلو، معانا التوم باودر، بصل باودر في المقادير، معانا بقسماط، ومعانا رقائق الذره لطيفه وزي الفل. وتعالوا نعمل خلطه الكريسبي او خلطه الفرايد، سموها زي ما تسموها. تعالوا شوفوا الشيف المغازي هيعملها ازاي واحنا شغالين مع بعض كده. اه حلو الكلام. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. اول حاجه بجيب الصينيه الكبيره دي كده عشان تسعفني، بحط شويه دقيق هنا حلو، وبحط عليه رقائق الذره على الدقيق بالشكل ده كده، وبحط الفليفر بتاعي من البابريكا من الملح والفلفل وشويه الكركم الحلوين اللي بيخلي اللون ذهبي واحنا شغالين كده. اهو برضو البابريكا هنا، توم باودر، لازم توم باودر يا شيف. اه يعني في الفرايد او في الكريسبي التوم الباودر والبصل الباودر محبوبين شويه. حلو اهو، بنحط شويه الملح التمام، الفلفل بالشكل ده كده، تركام الشيف المغازي، معايا عود زعتر حلو، زعتر بري حلو كده، ايه المشكله لما اخده هنا كده اهو. الحاجات دي مهمه جدا على فكره، اهو تدي فليفر حلو خاصه في المقليات زي الفل. ونقلب الخليط ده كده يا عم الشيف، جاهز كده. دي تعملي بقى سمك، تعملي بقى فراخ اللي هي الفرايد تشيك اللي احنا عارفينها في كل بيت وفي كل حاره دلوقتي بيعملوه مشروع اهو. تعملي الجوانح اللي انا هعملها دلوقتي وانا شغال كده. حد هيقول لي ليه حطيت معلقتين دي مع الخلطه دي؟ المهمين جدا هم دول اللي بيلموا الشمل، دول اللي بيخلوا الخلطه تمسك في الجناح اللي انا هعمله او الفراخ. ما انا قلت الدقيق اللي انا حطيته مع الخلطه دي مهم جدا على فكره، هو اللي بيخلي الخلطه تمسك في جوانح الفراخ او اللحمه اللي بعملها او اذا كان بشوي بحمر سمك او جمبري، مهمين جدا على فكره. تعالوا نتبل الجوانح بتاعتنا واحنا شغالين كده. اه اللهم صل على النبي. بوله زي دي كده، قاعده المغازي بتقول ايه؟ صل على الحبيب قلبك يطيب، ممنوع منعا باتا
إضافة أي مادة دهنية سواء زبدة سواء سمنة سواء زيت في تتبيلة أي حاجة بنعملها فرايد أو بنقليها في الزيت، ده مهم جدا على فكرة. معلقة دقيق صغيرة كده، عصرة ليمون عشان الزفارة بتاعت الجوانح، ممكن تكون زفرة جبناها من عند فرارجي ما غسلهاش كويس، لازم تغسليها انت كويس، دي الحاجات دي مهمة جدا على فكرة. معلقة مستردة، شفت الخلطة دي مهمة جدا. نقلب دول كده مع بعض وناخد الجوانح زي ما هي كده ونحطها في الخلطة دي كده، تطلع من الخلطة دي يا شيف مغازي تنزل على الخلطة التانية. زي ما انا شغال كده. جوانح الفراخ بهديها للاطفال الحلوين اللي بيحبوا الشيف المغازي وبيتابعوه. خلطة معلقة الدقيق مع المستردة مع الملح والفلفل وعصرة الليمون. وانا شغال كده. ممكن نحط سمسم، نحط سمسم زي ما احنا عايزين. شفت الخلطة دي كده زي الفل. تبلة الفراخ ممكن تعملها من بالليل، تروحي شغلك تعملي اللي وراكي في البيت وتخليها في نفس التتبيلة دي ساعتين زمن، مفيش مشكلة، تاخدها من التتبيلة تسقطها هنا. عشان كده جبت صينية كبيرة تاخد الكمية كلها. وانت شغالة في المطبخ كده خليكي بقى ايه محترفة، ما ينفعش ان انا وانا شغال اقلب جوانح الفراخ وارجعها تاني، ايه دي هتشيل بقسماط وابوظ الحاجة اللي انا شغال فيها. احطها كده وانا بعيد، من بعيد لبعيد كده ابصيها للايه الخلطة بتاعتي. ما كتير بيعملوا اخواننا الشوام بيعملوا فراخ، قول لي يعني فراخ مشويه، فراخ بالزيت والليمون، فراخ بالحامض والثوم، قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين، ايش تقول العين للعين. نعم يا استاذه رحاب، عايزها ايه الاستاذ؟ فراخ المشويه. حاضر. فراخ المشويه طبعا هما بيجيبوا مكان حلو لطيف، فرخه بتتبل وبعد ما بتتبل بالتتبيله بتاعتها اساسي فيها زبادي طبعا عشان الزبادي بيساعد. هنقلب كده، شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ شلت كل حاجه من ايدي وبقلب كده، ما استخدمش ايدي بقى في حاجه تانية عشان الخلطه دي انا عايزها بعد كده. ما ينفعش ان انا عشان اعمل فراخ استخدم خلطه كتير وفي الاخر ارميها، لا بتجيبيها بتشيل الكلاكيع الصغيره منها وبعد كده تشيلها في الديب فريزر في الباب بتاع الديب فريزر، تستخدميها في جمبري، تستخدميها في فراخ زي ما انت عايزه بعد كده. نعم يا استاذ. حاضر عيني. بعمل ايه يا شيف دلوقتي؟ ايديا في قلب البقسماط في الخلطه، معلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم على رقائق الذره بيلعبوا دور البطوله ولم الشمل، معلقات الدقيق اللي حطيتها على جوانح الفراخ مع المستردة وعصير الليمون والبهارات بتلعب دور البطوله في برضو الخلطه اللي هي تمسك في الجوانح بالشكل ده كده. زي ما انا شغال. شيف المغازي هيعمل تركايه هنا بقى، بص عليها. بنجيب بوله صغيره فيها شويه ميه ساعين. تاني عشان مطلوب مننا نطلع فاصل. نجود بقى. ميه اهي، اللهم صل على النبي. واعمل حاجه كده دلوقتي، تعمليها مع جمبري، تعمليها مع فراخ، بتحمريها زي ما انت عايزه. ونحط شويه ملح في الميه دي كده، سنه بابريكا صغيره عشان اللون والطعم ما يفصلش مننا، ونقلبها بايدينا كده وناخد جناح الفراخ ده كده اهو وينزل تاني كده. ده بقى الشغل اللي بنشوفه في المحلات، بتلاقي الجناح صغير قد كده وحواليه خلطه قد كده. زي ما انا شغال كده. ده هيطلع من هنا على الزيت على طول. نروح عند الزيت ونشتغل الشغلانه دي كده عشان مخرجنا الجميل لو طلعني فاصل. يلا اللهم صل على النبي. حالا حالا هنطلع بريك. الزيت اخباره ايه؟ سخن زي الفل. واجي هنا كده. يلا نبدا الزيت، ننزل كده اللي بنعمله. تاني. في الميه تنزل في الخلطه. اللي هي الطبقه الثانيه اللي بتدينا لون وبتدينا شكل كريسبي. خلونا نطلع فاصل صغير واعيش مع جوانح الفراخ ازاي تبقى كريسبي وتطلع معانا مقرمشه للاطفال الحلوين اللي بيتابعوني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. مخرجنا الجميل بيقول لي الفراخ
اهي بص على الفراخ يا غالي، اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يابا. لا على مسؤوليتي اهي. شفت الجناح؟ تشوف الجناح تحس ان هو ورك فرخ، ده مش الجناح خالص اللي كان في ايدينا من شويه خالص. ايه التركية يا مغازي؟ ان احنا تبلناه مرتين وحطيناه في الميه الساقعه، وبعد كده رجعناه تاني للكريسب بتاعنا وللخلطه بتاعتنا والتوبنج بتاعنا اللي هو بقسماط رقائق الذره، حطينا عليها توم باودر، بصل باودر بالشكل ده كده. نزلت الخلطه من الجناح؟ لا. سابت الخلطه من الجناح؟ لا. ليه يا عم الشيف؟ لان انا مش مستخدم اي ماده دهنيه في التتبيله، لا زبده ولا زيت ولا سمنه. والزيت معايا نضيف، احمر فيه اي حاجه انا عايزها. عينيا. بتحب الفراخ دي؟ هتجيلك على الكنترول دلوقتي يا عمور ولا يهمك. عود روزماري كده زين بيه الطبق ده كده. يلا على فين؟ على فين؟ على الكنترول؟ لا لسه بدري. احنا بتصور الاكل الاول. انا واحد من الناس لازم اكل من الاكل ده بعد ما اخلص. واقول تسلم ايدك يا مغازي. طيب حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. عملنا شيخ المحشي. وليه سمي شيخ المحشي؟ ليه ما سميناهاش محشي كوسه باللبن وخلاص؟ عشان المحشي ده بيتحشي لحمه مفرومه بس من غير رز، من غير اضافات، وبتبقى حبايه الكوسه مليانه لحمه كده مفرومه. اللحمه دي ضاني ولا كندوز يا شيف؟ هي المفروض تكون ضاني. انت عملتيها بقى بالكندوز، مش هتقول لا، هخليها هنا جنب الكوسه. وبعد كده بنحمرها في قلب الزيت، وبتاخد طبعا في ليفر او شوربه تستوي، وتنزل في طبخه اللبن. طبخه اللبن عباره عن لبن زبادي، بنحط عليه شويه نشا وشويه بهارات وشويه شوربه من شوربه سلق الكوسه، وفي الاخر طبعا بنعمل له الطشه بتاعته اللي هي عباره عن كزبره خضراء وتوم مع عصره ليمون ومعلقتين دبس الرمان حسب الرغبه، وبنزينه بسنوبر او بلوز زي ما قال الشيف المغازي. معانا الوينجز الصغيره الجميله الحلوه اللي الاطفال بيحبوها، جوانح الدجاج الجميله. عمليه دايما مشهوره في المطبخ الغربي، بتتاكل مع الباربيكيو صوص. انا عملتها النهارده فرايدي تشيكن، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. ده جناح مش ورك عشان اللي ما تابعش الحلقه بالاول، بس طبعا عمل له توبنج كده مختلف. التتبيله الاولانيه في الاخر بحطه في ميه ساقعه. وليه ميه ساقعه يا شيف؟ علشان يشيل من الخلطه. وبعد كده برجع له التوبنج تاني وبرجع له الزيت. ده كله بيحصل زي ما شفنا بعد كده سريعا. عملنا اصابع الموز المقليه في الخلطه الذهبيه اللي هي عباره عن سكر وزبده وكريمه لباني، حابه تحط قرفه فانيليا حسب الرغبه. مطبخنا رؤيه، فن، ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو. We'll be right back.